يعني حاولت ان تحل هذا المشكل. هذا المشكل هو كبير، صدم بالضغط شويه ديال الوقت شويه الفلوس الى اخره، ولكن الدوله غاديه كتحل هذه المشاكل باش يولي القطاع ديال الصحه الحكري عنده مهم في النسيج الاقتصادي ديال المملكه. دوران الميزه التجاريه تصدر 13.2%، يعني هذاك الشيء اللي كنبيعوا كامل اللي كان في الاسواق الخارجيه. 13.2 هي عباره عن منتوجات بحريه، وان كانت 13.2 راه قليله، ماشي هي حنا كنطرحوا اكثر من 13.2، لان عندنا تقريبا 500 نوع ديال الحوت، عندنا 350 كيلومتر، عندنا مجموعه ديال الموانئ، عندنا الخيرات مازال الحمد لله كاينه في السواحل ديال الويكاند، ولكن مجموعه المشاكل بغينا 13 تولي يعني كتنافس ما تنتجه الفلاحه وكذلك القطاعات الاخرى. القطاع كيشغل 170 فرصه عمل مباشره، يعني الناس اللي خدامه في المراكب، وكاين 500 فرصه عمل غير مباشره، وكاين ما بين 2 مليون و 2.5 مليون اللي كتعيش على القطاع الصيد بحالي. الى حسبنا الناس هذوك العائلات ديالهم، الناس اللي كتبيع الحوت بطريقه اللي هي غير قانونيه الى اخره. الموارد اللي كاينه في المغرب كاين 22 ميناء، كاين 9 على البحر المتوسط و 16 على المحيط الاطلسي، وكاين ما يسمى بنقط التفريغ مجهزه للقرى الصيادي. هاد نقط التفريغ مجهزه كنعرفوا على ان المغرب كاين واحد المشكل ديال في قطاع الصيد بحال، وان المغرب فيه 150 مركز ديال الصيد.